ممكن الحين الاخوان ديال الاعضاء الجهه الحين في ذلك على السباحيه ديالهم على الحين كذلك على الرؤيه ديالهم فيما يتعلق بالاسواقيه. فالمعركه الاجتماعيه هي الاسواقيه، المعركه الاجتماعيه هي الاسواقيه على سوق المولى وحمايه الفيضانات. فما كاينش تحدي اكثر من حمايه المواطنين وحمايه المدن والقرى والفيضانات. راه الشتاء اللي تجي واللي جايه راه ما تجيش سهله. شوفوا واش كيكون في العالم ديال المونتاجيون كليماتيك، راه كنوجدوا يلاه الميدان نحلوه ونديروا واحد العدد ديال المنشآت فيما يتعلق بحماية ديال، فأنا الشغل الشاغل ديالي راه هو حماية ديال المدن والفيضانات. كنتبعوا طنجة، طنجة كنمشي السبت والحد يوميا، كنمشي لواد بوعود، كنمشي لواد غرة، كنمشي لجزاية، هادو فيهم مشاكل عويصة فيما يتعلق بالفيضانات، إلا ما حميناهمش راه واحد العدد مهددة. كاين المشكل كذلك ديال الماء ساحل الشرب، هضر عليه السيد الرئيس. فالعام الجاي الجمعة العام الجاي إلا ما جبناش الماء للمخازن لا الخروفة راه ما يكونش نفطر، غادي يكون المشكل عويص خاص كينساوها. نعاينوا داك التحاليل وداك الشيء راه كاين مزيان، ولكن راه غادي الحكومة خصات واحد تقريبا 500 مليون درهم ولا 1 مليار درهم 39 كيلومتر اللي يجيبوا الماء من هذا المخازن حتى العريش حتى برج ديال الخروف. هذا مهم جدا، هذا هو التحدي الاكبر فيما يتعلق بطنجه. الحمد لله تطوان حسينه تركيز الشاول وزان شويه راه ولات تخرج من هذا. فطلب مني وهو خصنا نديرو شي لقاء بحال اللي كنا درنا سي رئيس علمنا لحمايه المدن والفيضانات، نديرو من الجهه ونحطو العمال ونديرو واحد اللقاء تواصلي فيما يتعلق بمصنف العمل والبرامج ديالها. راه ما ساهلاش توجد الميزانيه وتوجد الاعتمادات فيما يتعلق بهذه المشاريع. راه صعيب فيما يتعلق بالتنفيذ ديالها والرياليزاسيون ديالها، راه صعيب صعيب. راه عندنا سبعه ديال لي براج مبرمجين ياك مازال ما درناش شي حاجه. كنت قلتها سي راقي راه في وزان عندنا ثلاثه مازال ما درناش واحد. ثلاثه عندنا مبرمجين ياك سي عندنا واحد في الشيخ واحد في الشيخ، هادو راه كلهم مازال ما بداوش، الدراسة جاهزة كاملة كلشي، ولكن التحدي ديال انطلاق الأشغال مازال ما بداش، ولكن التحدي باقي لعيبة إن شاء الله، ولكن صعيب كما كيقولوا المعركة صعيبة راه مازال. الحمد لله الشاور اللي حميناه من الفيضانات، واحد العدد ديال المدن ولا الحسيمة ولا حتى أجدر راه ماشي مهددة بالفيضانات. الحمد لله تاهي نسبيا حلينا واحد العدد ديال المشاكل، ولكن كاين واحد العدد الاخرى واحد العدد ديال مهدد مهدد. فمره اخرى انا كنشكر سيد رئيس الجهه، كنشكر الاعضاء كلهم على الاخلاص ديالهم على التبعيه ديالهم وعلى كانوا واقفين رجال ونساء في القضيه ديال الزلزال اللي ضرب الحوض وضرب المناطق المجاوره كامله. كنحييهم واحد العدد ديال المستشارين اللي مشاو زاروا المناطق واللي مازال كيدعموا ومازال كيمشيو. كنشكر كذلك الجمعيات اللي مشاو حتى لهي المكان بصفة تلقائية وبصفة تطوعية. هذا هو التضامن ديال الإسلام، هو هذا. كاين التضامن الآخر اللي عنده لزوم، ولكن هذا التضامن ديال القلب ومن الروح الذاتية ومن الروح المعنوية ديال الإنسان، هذا كيبان لها الروح ديال التشبث وراء سيدنا الله يسره. ومرة أخرى كنحييكم وكنشكركم ولعابكم.